اول حاجة بعملها اول ما بطلع للحمام بجيب الكلفة. اول حاجة الطبق ده مثلا، انا هحط الطبق ده كله للحمام الوجبة دي، ماشي. هحط نصها بس دلوقتي، اهو الحمام جعان. خلاص حطينا تقريبا نص الوجبة، وهنسيب النص التاني نعينه كده كمان نص ساعة في حاجة نضيفة. اهو الاكل، شوف الميزة اللي احنا بنعملها علشان تعرف الحمام كله نزل ياكل. على بقى حمام ياكل، نكون غسلنا مسائل المية دي، طبعا مفيش فيها مية، اهو غسلنا المسائل، لو هنحط فيها دواء نحط دواء، نحط فيتامينات نحط فيتامينات، هنحط مية نضيفة نحط المية نضيفة. نبص على بيض الحمام اللي فقست اللي ما فقستش، على بال ما نتابع هتكون فات يجي نص ساعة. يكون الحمام ده كل، طبعا هنلحقه بالمية اول حاجة، وشرب وسقى واكل الحمام، هيكون كل الحمام وراح زغط زغليله. الزغلول الكبير هياكل والصغير مش هياكل. بعد كده هنحط النص الكمية التاني الزغلول الضعيف، الحمام لما ياكل الوجبة التانية او النص التاني هيروح يأكل الزغلول الضعيف. كده الفكرة ان انت ما تسيبش الحمام، ما تسيبش الاكل كتير قدام الحمام. برضو الميزة ان احنا هنبص الحمام اللي منزلش ياكل منزلش ليه، في حاجة تعبانة ولا الحمام ده حمام شبابات مش محتاج الاكل، يعني ما بيجريش على الاكل بيدور على التزاوج. فعلا هو الحمام بسم الله ما شاء الله ما فيش فيه حاجة تعبانة، يبقى خلاص كده عملنا عرفنا هنأكل الحمام ازاي. طيب تعالى بقى اعمل معايا لايك وتعالى نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم مصطفى. ازيكم وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة تكملة للفيديو السابق اللي عملناه قبل كده، جوع الحمام تاخد زغلول قوي. ايوه زي ما قلت كده بالظبط، جوع الحمام تاخد زغلول قوي. الفيديو او الفكرة عجبت ناس كتير، فالمرة دي هنعملها بالتفصيل اكتر. في ناس فهمت الفكرة كويس وبجربها وعارفينها طبعا، الناس المحترفين اللي هو بيأكل مرة واحدة في اليوم بس، لكن انا بأكل الحمام اللي هو بمنتج مرتين، والمرتين بقسمهم على مرتين يعني يبقوا اربعة. لكن هقول لك ازاي، ما تستعجلش، مش معنى كده ان انا بشبع الحمام وبسيب الاكل فايض، لا انا ما بسيبش الاكل فايض. تعال نبدأ الفيديو. طيب على ما الحمام ياكل هنحط له المية ونحط له جروفيت بلس. طبعا كلكم عارفين جروفيت بلس احنا بنعمله ازاي. انا بنحط بستخدمه 3 ايام للحمام. طبعا ممكن تشتري عبوة صغيرة، لان العبوة اللتر دي 350 جنيه، ممكن تشتري عبوة زي دي ب20 جنيه او 25 جنيه لو هي مليانة، يعني السنتي بنص جنيه. تمام، هنحط الكمية اللي احنا اللي انت او اللي البيطري قالك عليها، طبعا كلنا عارفينها، ونقدمها للحمام. طبعا ناس كتير هيقول لك انا بنأكل الحمام بنأكله كتير والاكل بيفيض قدامه، بنحط الحمام دايما بنحط الاكل دايما قدام الحمام والزغليل بتطلع ضعيفة. طيب ما هو ده السبب يا باشا، السبب انك انت بتحط الاكل يفيض قدام الحمام، الحمام يتبرز فيه. وفي ناس بتقول لك ان هو برضو بيحط الاكل ويسيبه قدام الحمام بالاسبوع، ان هو مكسل يشوف يطلع يشوف الحمام. لا يا باشا، الحمام يكفي ان هو يشوفك كمان، يعني شوف ازاي الحمام عايز يشوفك، خلي الحمام يشوفك مرتين. الحمام ساعة ما يشوفك هتلاقي الزغليل بتصاصي على الاهالي وتجري عليها علشان تأكلها، فبالتالي الحمام هيجري، الحمام الاهالي هتجري على الاكل اللي هي بتستناك تقدمه، ويجرم ياكلهم ويطلعهم يجرم يأكلهم زغليلهم. طبعا هنقول حاجات ما قلناهاش في المرة الاولانية، اللي هي ان انت بتقسم الاكل للحمام، بمعنى ان هو هياكل هيروح يأكلول القوي، بعد كده اهو بيستنى الحمام بيستنى الوجبة التانية. طب ازود له الاكل تاني شوية، انا هزود له الاكل شوية، لسه الحمام لسه جعان مش مكفياء الوجبة الاولى، تمام، علشان يروح يأكل الزغلول الاولاني. ايه ده اللي احنا عايزين نشوفه يا جماعة، ده المنظر اللي انا عايزك تشوفه، مش عايزك تطلع تحط الاكل تلاقي الحمام زاهد الاكل.
اللي انت مبيت قدامه الاكل من امبارح، طالما ان انت مبيت قدامه الاكل من امبارح ومن اول امبارح، خلاص الحمام ما عادش عايز ياكل الاكل. فانت لما هتحط الاكل والحمام جعان زي، هتشوف المنظر ده، المنظر اللي هيفرحك تعرف ان الحمام صحته كويسه وجعان وعايز ياكل، فهياكل وياكل زغليله، فبالتالي هتلاقي زغلول قوي. بس شوف لو انت مربي الحمام للفرخ يعني بتنتج زغليل، فلازم تاكل الحمام مرتين. الافضل يعني ان انت تاكل الزغليل مرتين في اليوم، مره صباحا ومره مساء، يعني يكون الصبح بدري اخر النهار، وانت عندك وقت تقسم الوجبه على مرتين زي ما انا عملت كده يكون افضل يعني. وزي ما قلت لك خلي الحمام يشوفك مرتين في اليوم، حتى لو مش هتطلع تعمل حاجه خليه يشوفك. الحمام لما يشوفك الزغليل هتصاصي على الاهالي، الزغليل هتصاصي على الاهالي، الاهالي هتجري تدور على الاكل وتاكل وتاكل الزغليل. دي حاجة برضو مهمة جدا ان الحمام يشوف صاحبه مرتين في اليوم، مهمة جدا الحكاية دي يا جماعة. يمكن انت بتستقل بالحكاية دي، لا مهمة جدا ان الحمام يشوفك. الحمام ما يشوفك طبيعي هيجي على الاكل وياكل، يجري يزغط زغليله. يبقى الخلاصة من الموضوع ده ايه؟ لو انت بتسيب الاكل قدام الحمام كتير الحمام هيمرض من تلوث الاكل، لان الحمام هيعمل عليها يتبرز عليه وهيتنقل له الامراض بعد كده بسبب ان الحمام تبرز عليه، وكمان هيربي الحشرات. هتبص تلاقي الكلفة دي دودت وسوست والمكان عندك اتملى حشرات وبالتالي يتملي امراض. فانت اكل الحمام وبعد كده ما تخليش اكل فايض. الناس اللي بتربي في سلكات بيأكل، تحط اكل في الطاجن بتاع الاكل او في الاكالة، وبعد ما الحمام ياكل شيل الاكل الباقي اللي هو بيقولك ايه نقشط، بيقشط الاكل الباقي. يبقى بالطريقة دي الحمام يبقى صحته كويسة، ما بيخليش اكل فايض قدام الحمام. الحمام لما ياكل خلاص بيشيل اللي فايض منه وبيسميها القشط، بيقولك تعالى نقشط الاكل الفايض قدام الحمام. ده القشط، معنى ان هو يقشط ان هو بيشيل الاكل اللي باقي قدام الحمام. طبعا اللي عارف الحكايه دي الناس المحترفين في تربيه الحمام، الناس اللي قدام، لكن طبعا احنا بنخاطب الناس المبتدئين اللي زي حالاتنا. يعني زي ما احنا شايفين الزغليل بدات تصاصي، دي الزغليل اللي انا رماها في الارض بدات تيجي تلقط مع الاهالي، بتعتمد على نفسها واحده واحده. انا بفطم الزغليل كده، بسيب الزغليل في الارض ان هي اي حمام ياكلها، وفي نفس الوقت ان هي بتتعود تاكل مع الحمام بالتدريج. او زي ما انت شايف كده الزغليل اللي بتلقط دي وبتصاصي في نفس الوقت، يعني هي تلقط شوية والاهالي هيأكلوها شوية. جه الزغلول ينادي على ابوه علشان يأكله، بيصاصي. بعد نص ساعة تقريبا الحمام طبعا كل النص الوجبة الاولاني واكل الزغلول الكبير زي ما احنا قلنا، فبالتالي هنقدم نص الوجبة التاني. الحمام مازال جعان اهو يا جماعه، زي ما قلت لك مش عايز الاكل يفيد قدام الحمام، انا عايز الاكل يتاكل كله ويخلص وما يفيدش حاجه قدام الحمام. الحمام هياكل نص الوجبه الثانيه، هي كلها وجبه واحده يا جماعه. احنا كده بعد نص ساعه هياكل ويروح ياكل الزغلول الثاني او يكمل الاكل. طبعا هو فضل الاكل اللي فصلته، فهياكل اكل جديد ويروح ياكل الزغلول اللي ماكلش، وفي نفس الوقت ما يعملش تعفن للاكل يتراكم في حصله الحمام. انا عايزك تجوع الحمام دايما. الحمام كده ياكل خلاص ما عدتش هاكله دلوقتي، ان ممكن الا بعد 12 ساعه خلاص جاع الحمام ده، عشانه معاه زغليل. لو الحمام ما فيش معاه زغليل يبقى هي مره واحده بس في اليوم كفايه. طيب الناس بقى اللي هي عايزه مكونات الكلفه، الناس اللي عايزه مكونات الكلفه ركز معايا في النقطه دي، وبرضه هكتبها لك دلوقتي، هتلاقيها مكتوبه في الفيديو بالاسعار. طيب ايه المكون الاساسي في الكلفه دي؟ اللي هو ذره الحمام، الذره الابيض اللي هو الذره العوجه ده. ده الذره الابيض ده 5 كيلو ذره عوجه، 2.5 ذره اصفر اللي هو ده، 2.5 قمح غله، 1.5 كيلو فول، الفول المصري او فول التدميس او فول الحمام زي ما تقول عليه، هو مش غير فول الصويا يا جماعه. الناس اخواتنا اللي في الخليج اللي هم ما يعرفوش الفول ده، هتلاقي في مطاعم الفول المدمس معظمهم مصريين، اللي بيتعمل منه الفول والفلافل او الطعميه.
بس ده بقشره اللي بيتعمل منه الطعميه، فول مدشوش اللي مقشور يعني، وكيلو ونص بسله اللي هي البسله الناشفه. انا بجيب النوع الاخضر ده يا جماعه، ما بجيبش النوع الاصفر. البسله اهو كيلو ونص بسله. طيب المكونات دي بنضيف عليهم ايه؟ المكونات دي لو حسبناهم هتلاقيهم 5 كيلو، 10 كيلو، 13 كيلو. هقول هنضيف عليهم ايه؟ مهم جدا الحكايه دي. اول ما تجيبها هتضيف عليها معلقتين ونص، معلقتين اكل كبار ونص ثنائي فوسفات الصوديوم، تمام؟ اي حاجه، اي شركه، مش مشكله، مش لازم، ما بنعملش اعلان لحد. ثنائي فوسفات الصوديوم معلقتين ونص بتضيفهم عليها علشان الاكل ده او الخلطه تمتصها، الخلطه بتمتصها. دي المكونات الاساسيه. ناس بتحط قرطم، ناس بتحط حبوب او بذور الطاقه اللي بيضيفوها، لكن هي دي المكونات الاساسيه اللي انت تمشي عليها على طول. وزي ما قلنا الجروفيت بلس، جروفيت بلس والسيلينيوم المستورد اللي هسيب لكم صورته دلوقتي علشان تاخد زغليل قويه. استناني في الفيديو الجاي، هنقطف الزغليل، هنقطف الزغليل ونعمل مزاد للزغليل الزجل. نقطف زغليل عندنا ان شاء الله، ما شاء الله، زغليل زاجل وزغليل لاحم وشباب لاحم وشباب زاجل وكمان حمام شغال لاحم كمان ان شاء الله. تنساش تعمل لايك واكتب تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.